السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، قبل أن نعرض عليكم هدف بدر الدين بوعنين اليوم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو يصلكم كل ما هو جديد. النجم الجزائري الشاب بدر الدين بوعنين تقدم عروضه المميزة مع فريق نيس الفرنسية، حيث سجل هدفا رائعا في شباك فريق رينجرز الاسكتلندية ضمن منافسة الدوري الأوروبية، حيث أبدع بدر الدين بوعنين بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء مما أثار إعجاب الجماهير والمتابعين على حد سواء. كان الهدف بمثابة تتويج لأداء استثنائي قدمه اللاعب طوال المباراة التي بدأها كعنصر أساسي ضمن تشكيلة فريقه. تميز بوعنين بحركته السريعة وتحكمه المميز في الكرة، إلى جانب مساهمته في خلق الفرص لفريقه طوال اللقاء. أداؤه يعكس الثقة الكبيرة التي اكتسبها مع تزايد مشاركته مع نيس، مما يعزز مكانته كلاعب أساسي في صفوف الفريق وكذلك في تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري. هدف بدر الدين بوعنين لا يعبر فقط عن مهاراته الفردية، بل يعكس أيضا مدى تطوره كلاعب واعد في كرة القدم الأوروبية، مما يثير التفاؤل بمستقبله مع المنتخب الوطني. مع هذا المستوى اللافت، يظل بوعنين واحد من أبرز الأسماء التي تتابعها الجماهير الجزائرية بفخر واهتمام. وأنتم مشاهدينا الكرام، شاركونا الآن بتعليقاتكم أسفل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو يصلكم كل ما هو جديد.